في المشهدية. في المشهد الساخن، الدفاع اليمنية تمد يد السلام وتحذر من أي التفاف على التفاهمات، أي رسائل. في المشهد السياسي، حرب ويندسور الثانية تشتعل في بريطانيا وانقسامات تضرب القصر الملكي، ما الأسباب؟ في المشهد البيئي، كنوز العراق وآثاره تحت تهديد التغير المناخي، من يحميها؟ وفي المشهد الغذائي الصحي، المستكة محسن للطعام وعلاج طبي، ما منافعها؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.